السواقين في الصين ابتكروا حل غريب جدا عشان يمنعوا العربيات اللي ماشيه وراهم انها تستعمل النور العالي في الاماكن الضلمه. الحل مرعب جدا، كان عباره عن ستيكرز بيتلزق على الازاز الوراني للعربيه، عليها شخصيات اشباح من افلام معروفه وما بتظهرش غير في النور العالي جدا، عشان لو اي سواق ضرب النور العالي ورا العربيه يتفاجئ بيها فيحرم انه ينور النور العالي بعد كده. الحقيقه على قد ما في ناس فعلا تستحق الرعب اللي هيحصل لهم بسبب سوء استخدامهم للنور العالي، لكن ده ممكن يسبب حوادث كتيره، وعلشان كده مش صح ان الستيكرز دي تستخدم. بس انا بصراحه نفسي في حل زي ده للسواقين اللي بيستخدموا الكلاكسات من غير داعي.